تهدف شركة ستراتا لتصبح إحدى أكبر شركات تصنيع أجزاء هياكل الطائرات في العالم. تستند الرؤية هذه على 4 محاور. المحور الأول الاستحواذ على خطوط إنتاج جديدة ذات تقنيات عالية، ولأول مرة في تاريخ الشركة راح تكون خطوط الإنتاج عاملة بالروبوت. الركن الثاني تعزيز كفاءات وقدرات الموظفين في شركة ستراتا. الركن الثالث تطوير سلسلة توريد وأنشطة متكاملة داخل الدولة، وبدأنا في العمل مع بعض الجهات الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية وصندوق خليفة، وأيضا مع بعض المستثمرين لبناء سلسلة توريد داخل الدولة مختصة بصناعة الطيران. المحور الرابع استشراف المستقبل. أسست شركة ستراتا قسم للأبحاث والتطوير يعمل مع بعض الجامعات والمعاهد المحلية داخل الدولة لتطوير تكنولوجيا يمكن تطبيقها على خطوط الإنتاج.